حتى سويسرا قدام البرازيل امبارح يا نادر، لا يعني يعني بعد خصوصا الزور الاول للبرازيل كان اكتر من رائع. وانا الحقيقه يعني مرشح الاول بالنسبه لي البطوله من قبل ما وأنا تبدا كنت هو متفق منتخب معاك، دي البرازيل، حقيقة واحنا كنا متكلمين في دي ده، حقيقة. وظهروا بشكل اكتر من رائع وعندهم سكواد يعني ولا اروع. يعني تبص يعني يعني انا ما ببص على الدكه بقول الناس دي قاعده ازاي بره، يعني بالظبط. الناس دي ازاي تقعد، الناس دي لازم، بس لما تبص في الملعب برضو تتكلم على سكواد اكتر من رائع. لكن حتى امبارح قدام سويسرا، لا سويسرا كان عندها شخصيه وما كانتش خصم سهل يعني بالنسبه للمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي. منتخب سويسرا انا شخصيا كنت برشحه مع منتخب البرازيل اللي تاهلوا من المجموعه دي، مش صربيا او الكاميرون. الكاميرون كده كده ما حدش بيرشحه في العالم كله غير سامويل ايتو تقريبا. يعني هو اللي مش مرشحه انه يتاهل، بس ده عايزه يلعب فاينل كمان. يعني والله انا بلوم عليه لا التصريحات منطق، دي، لانه التصريحات دي شكل ضغط على طبعا لعيبه طبعا بشكل كبير طبعا جدا. وممكن توصل على ان فيها نوع من انواع السخريه، يعني انك بتسخر دي من حقيقه، منتخبك يعني، او دي حقيقه. بتقلل من قدرته فعلا على انه يعمل حاجه في كاس العالم. هو في مباراة صربيا، منتخب صربيا أصلا على غير ما احنا كنا متوقعين ليه، منتخب صربيا بيمتلك عدد من العناصر المميزة جدا في كل المراكز وبيلعبوا في أندية كبيرة في أوروبا، ما ظهرش الكلام ده قدام البرازيل. بعد كده قدام الكاميرون كمان ما ظهرش ده. منتخب الكاميرون عنده مشكلة، هو أنا مقتنع تماما تمام اليقين بالنسبة لي أنا يعني على المستوى الشخصي، مقتنع إن الكوتش هو سامويل ايتو مش ريجوبير سونج. اوكي ريجوبير سونج مجرد إن هو واجهة قاعدة على دكة البدلاء بيحرك، لكن الكوتش هو سامويل ايتو، لان هو اللي كان ممشي من قبلها المدير الفني البرتغالي انطونيو كونسيساو اللي هو كان معاهم في بطوله افريقيا. عشان يعني نرجع للكلام على منتخب سويسرا، منتخب سويسرا منتخب مميز، اتوقع ليه التاهل مع منتخب البرازيل من المجموعه دي.